الله الرحمن الرحيم، وبأستعين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، جمعة مباركة، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من حصتكم اليومية مفاتيح. اليوم يوم الجمعة، يوم البركات، يوم الروحانيات، القلوب تبتهل فيه إلى المولى عز وجل. وكما عودناكم مشاهدينا الكرام كل يوم جمعة نتناول المواضيع الدينية والروحانية، وسيكون حديثنا لهذا اليوم هو مناسبتي. لماذا مناسبتي؟ لأنه اعتاد الشعب الجزائري وأسلافنا وأجدادنا أن يخرجوا أو أن يقوموا بشعيرة الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام، أن يقوموا بإخراجها في عاشوراء، حتى اصطلحوا عليها وسموها بالعاشور. هكذا ما شيخنا الكرام. وللتفصيل في هذه النقطة والحديث عن هذه الشعيرة العظيمة، وبالتحديد سنتكلم عن صندوق الزكاة. صندوق الزكاة وسيلة للتقريب بين الفقير والغني. سنتناول عدة نقاط في هذا الموضوع بمعية الأساتذة الأفاضل. دعوني بداية أرحب باسمكم جميعا بفضيلة شيخنا قرومي. مساء الخير، أهلا وسهلا شيخنا، جمعة مباركة. جمعة مباركة، تحية طيبة لك سينوفل، عنا مدة ما شفناكش معنا. نعم، وكذلك تحية للسادة المشاهدين ومن خلالكم نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتناول هذا الموضوع الحساس. صحيح. الذي يجب أن يعرفه المواطن إن شاء الله تعالى. كما يسعدني أيضا ويشرفني أن أرحب بفضيلة شيخنا صاحب الروح الماتعة والضريفة شيخنا حسن شيرود. مساء الخير، جمعة مباركة لك كذلك شيخنا، فالأهلا بك مرة أخرى. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الثلاثية هذه إن شاء الله، عودة ميمونة مباركة. آمين إن شاء الله. وجمعة لنا ولكم ولجميع المشاهدين، جمعة مباركة. إن شاء الله نوفق هذا الموضوع لهم، لأنه ركن من أركان الإسلام. صحيح. نوضعه، وواجب علينا وفرض جميع المسلمين أن يتعلموا أمر دينهم بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله تعالى شيخنا. وكما قلنا أنه هذا الموضوع هو كما سيفصل مشايخنا الكرام، أنه الزكاة هي لا ترتبط بهذا اليوم بالتحديد، ولكن لما جرت عليه عادة أسلافنا وأجدادنا أنهم يتزامن إخراج الزكاة مع يوم عاشوراء، لهذا سنتكلم في هذا الموضوع. وما هي أصل هذه الإخراج الزكاة في هذا التوقيت بالذات؟ هل له أصل أم لا؟ وسنحاول الإجابة عن كل هذه النقاط كما أسلفت مشاهدينا الكرام. بداية نبدأ معك شيخنا قرومي. الزكاة هي بلا شك ركن من أركان الإسلام، ولها مكانة اجتماعية واقتصادية عظيمة في المجتمع الإسلامي، فأين نستشف ذلك من خلال ما ورد في الكتاب والسنة؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية نقول أن الزكاة هي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يعني أي إنسان في المجتمع تسأله عن حكم الزكاة يقول لك هي واجب. هذه أمور معلومة من الدين، يعني يعرفها الناس بأنها جزء من الدين، جزء من الإسلام، جزء لا يتجزأ، شأنه شأن الصلاة. لا يمكن نتحدث عن إسلام دون صلاة، ولا يمكن نتحدث عن إسلام دون حج، ولا يمكن نتحدث عن إسلام دون زكاة، ولا يمكن أن نتحدث عن الإسلام دون الصيام. هذه أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. إذا الزكاة هي فرض وركن على كل من بلغ ماله النصاب ودار عليه الحول. هذا من ناحية الشرعية. على من تجب؟ تجب على كل مالك للنصاب، وعلى كل إنسان دار عليه هذا الحول على هذا المال. هذا بصفة عامة. قلت من أين أتت كلمة العشور عندنا في الجزائر؟ في الحقيقة الكلمات والمصطلحات لها دائما مدلول شرعي، عندها مدلول عرفي ومدلول شرعي. احنا عندنا في الجزائر ارتبط
ارتبطت الزكاة بعاشوراء وبكلمة العشور. العشور نأخذ منه معنى العشر. العشر اللي هو ما يؤخذ في زكاة الحبوب. إن كان الماء مسقيا، إذا كانت الأرض ولا الزرع مسقي بالمياه الأمطار، فيخرج منه العشر الزروع والثمار. فكلمة العشر لما ترددت كثيرا صارت العشور، ولأنه بيئتنا بيئة الجزائر قديمة فلاحية، بيئة فلاحية نعم، لكن مع تطور الزمن يعني صارت الزكاة يعني لها عدة أنواع. كان زكاة ذهب، زكاة يعني زكاة العين في الشرع، وزكاة الأموال النقدية، وكان زكاة العروض التجارية، زكاة المواشي الإبل والبقر والغنم والمعز. طبعا أنواع الزكاة كثيرة، فالمسلم وجب عليه أن يعرف الجانب الذي يهمه. الموالين اللي عندهم المواشي، احنا نعيطهم البقارة، الموالين بصفة عامة يطمع فيهم الشهار، البقار يطمع فيه الشهار وليس العكس. الشهار ما يطمعش الشهار يطمع في البقار، والبقار ما يطمعش في الشهار. هذه أمور معلومة، احنا نتكلم باللغة نتاع المواطن نتاعنا. فالزكاة هي فرض وأصل من أصول هذا الدين. ذكرت في حصة مضت لست أدري كم عندها من مدة، لكن لا بأس أن نعدد في الإعادة إن شاء الله إفادة. المسلم له علاقة عمودية، علاقة المسلم بربه تتمثل في الصلاة. فأنت لما تصلي فأنت ترتبط بخالقك، لكن من فائدة هذه الصلاة، هذا الركن الأساسي في الإسلام، أن له انعكاسات على المجتمع. إن الصلاة كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا فأنت بصلاتك تتقرب إلى الله، فتوثق علاقتك العمودية مع الله سبحانه وتعالى، وينعكس مفعولها على المجتمع أفقيا، فتكون عبدا صالحا. هذا بالنسبة للصلاة. الزكاة نعم. هذا نعم قلنا بالنسبة إلى الصلاة. الزكاة عكس ذلك. كان يبقى في 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 الصلاة، ولا بد لدخول الصلاة من إعلام بدخولها في الصلاة. قلنا بين العبد وربه. نعم، لما يشرع المسلم في صلاته فهو على صلة بالله الخالق، فهو يسجد لله، يضع أعلى ما في جسمه على الأرض، ويقول سبحان ربي الأعلى، فلا أحد يعلو على أمر الله سبحانه عز وجل. وهذا ما يوثق الصلة بين العبد وربه، وينعكس ذلك في سلوك المصلي. إذ أن الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، فيحسن سلوكه مع الخلق بعدما حسن سلوكه مع الخالق. إذن هذه علاقة عمودية. الزكاة لها مفعول عكسي، كيف ذلك؟ تبدأ بعلاقة عمود أفقية، فالمزكي يعطي للمحتاج، يعطي للفقير، يعطي للمسكين، في أمواله حق للسائل والمحروم. نعم، يعطي الأموال للمحتاجين، للأصناف الثمانية الذين ذكروا في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. يعني هل الزكاة هذه يعني لم تفرضها الدولة، ولم يفرضها زيد ولا عمر، إن الذي فرضها هو الله تعالى. إذا فلا حجة لمن يقول أنني نعطي الضرائب إذا بزاف هذيك تكفي، لا أخرج زكاة مالي. لا لا، الضرائب هذيك حق مدني، الزكاة حق شرعي فرضه الله عز وجل، فريضة من الله. إذا هذه الزكاة تعطى أفقيا للمحتاجين، الإنسان يعطيها للإنسان، لكن مفعولها
مفعول داخلي يقوي هذه الصلة بين العبد وربه. ولهذا قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. إذن هذه الزكاة هي تطهر قلب المزكي الذي يعتقد أن المال مال الله، والعيال عيال الله، ونعم الرجل هو الذي يؤتي مال الله لعيال الله سبحانه وتعالى. أما بمناسبة أنه هو معلوم أنه كما ذكرت أنه إخراج الزكاة هو مرتبط بحولان الحول على المال، لكن لماذا اعتاد الجزائريون على قرن بعاشوراء، قرن إخراج زكاة أموالهم بيوم عاشوراء؟ هذه من العادات، هذه من العادات فقط. مثل ما أن إخواننا في المشرق يعني في بلاد الحرمين يخرجون زكاة أموالهم في رمضان، كثيرون يخرجون زكاة أموالهم في رمضان. لماذا؟ لكثرة المعتمرين في شهر رمضان وكثرة المحتاجين في شهر رمضان. فإحنا عندنا العشور ارتبط بمحرم، وبالتالي هذا الربط هو ربط عادة وليس ربط عبادة. لا بد أن نفهم هذا جيدا. فالمسلم متى بلغ ماله النصاب في الأشهر القمرية وليس الأشهر الميلادية، مش يجوا في فبراير مارس، لا، محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني إلى آخره. فأنت لما يبلغ مالك النصاب تسجل هذاك التاريخ الهجري، العام الجاي إذا بقي ذلك المال أو زاد على النصاب، إذا كان زاد عليك أن تخرج زكاة مالك، إذا كان ينقص فلا زكاة عليك. لأنه الحد الأدنى لم يبلغه مالك وعليه الحد الأدنى لهذه السنة هو 55 مليون و 55 مليون وحاجة و 250 مليون و 250. إذن لابد للمسلم كما يعتقد أن الصلاة فرضها الله عليه أن يعتقد أن الزكاة فرضها الله سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة كثيرة وأتينا على ذكرها. بارك الله فيك شيخنا قرومي. شيخنا حسن شيرود، هذه الآيات التي رغبت وفي دفع الزكاة وفي إخراجها وإعطائها إلى مستحقها، وفي نفس الوقت أيضا توعد الله عز وجل بمانع الزكاة بعذاب شديد في الآخرة، فما هي يعني ضرار منع الزكاة على الفرد والمجتمع؟ سؤال قيم وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نسأل الله عز وجل أن يكونوا ممتثلين ومستجيبين لآيات الله عز وجل في زكاة أموالنا، والمستمعين معنا بإذن الله تبارك وتعالى. والشيخ بارك الله فيه صلى تفصيلا قيما في تعريف الزكاة وما إلى ذلك من أمور، لكن رغم الترغيب يعني يقابله الترهيب. الرجل الذي يزكي وممكن يتولى بالزكاة ويقول الزكاة دي شيء بسيط، نحب نزكي نحب نزكيش، كان عقاب شديد أكثر من الفرائض الأخرى، لأن الصلاة حق الفقير ويعاقب عليها في الدنيا والآخرة. الصلاة في الآخرة ما تصليش تنقص من صلاتك يوم القيامة، لكن الزكاة ضيعت فقراء وأيتام ومساكين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى الذي يخرج زكاة ماله يعتبر مؤمن، والذي لا يخرج زكاة ماله ليس بمؤمن. قال تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الله: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وآيات كثيرة تدل قارنة الصلاة بالزكاة. وردت اسم الزكاة في القرآن الكريم أكثر من 30 آية، ومقرونة بالصلاة أكثر من 27 مرة. حتى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول: ثلاث آيات قرنت بثلاثة،
فلا تقبل أحدهما إلا بقرينتها. قال الله تبارك وتعالى منها: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل الله منه حتى يطيع الله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وقال قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة، فمن أدى الصلاة ولم يؤدي الزكاة لم يقبل منه حتى تقبل يؤدي قرينته وهي الزكاة. وقال جل جلاله: ونشكر لي ولوالديك، من أطاع الله ولم يطع والديه لم يقبل الله عز وجل منه حتى يطع والديه. ثم الله تبارك وتعالى، هذا إن دل على قيمة الزكاة لما لها من فوائد تعود على الفقراء والأيتام والمساكين. ولذلك قيل: ما انتشر الفقر إلا ببخل الأغنياء. يعني لما نشوف الفقر والأيتام من البخلاء الأغنياء بخلوا شدوا شحوا، ولذلك لو خرجوا أموال زكاتي ما وجدنا فقيرا. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال: فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تخيل سبحان الله، يقبل مؤمن تقي خاف ربي سبحانه وتعالى الأموال الذي كنزها من الإبل والذهب والفضة والأغنام وما زكاهاش، هذه تصفح له صفائح من النار ويكوى بها في جهنم. هذه آية، مش حديث قال ضعيف ولا مرسل ولا فيه ولا ما، هذه آية لا فيها لا ضعف ولا. أو القول تبارك وتعالى قال: فبشرهم بعذاب أليم، وين يوم القيامة تكوى بها جباههم وجنوب مضوم. ابن أبي سعود لماذا قال الله عز وجل الجباه والجنوب والظهور؟ قال: لأن الفقير إذا جاء الرجل من قبلي وجيء شح عليه يقول يرحم والديك ليش ما يقول له روح ما جيت هنا اصبح الله صبحنا عليك. يزيد الفقير من قوت الجوع يقول له يدي روح بعد يدور ظهره يجيب ظهره يهرب له. صحيح. قال: فيعاقب بجزاء فعله التفاته يعاقب التفاته بما وقع على هذا الفقير، لأنه ما أعطيته قيمة. الفقير لماذا؟ لماذا أغناك الله عز وجل؟ صحيح. ألا يستطيع الله عز وجل أن يفقرك في حين ويغني هذا؟ يستطيع. ربي يقول: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. أفقر هذا لحكمة وأغنى هذا لحكمة. وأنت يعني رب العالمين، بعض الناس يقول لك: أنا أغناني ربي وسهل لي في الدراهم، حبني ربي، وهذا ليس حق أبدا. البال ليس هو الحب، إحنا العبادة والإنفاق والإنسان الذي يغني من الفقراء هذا هو اللي حب ربي سبحانه وتعالى. حتى قال في القرآن الكريم: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قال تبارك وتعالى: ولا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. مش كثرة الدراهم بالنيك، نعم نعم المال الصالح للرجل الصالح إن الجو نحتاجه وما إلى ذلك. حديث آخر يقول ابن عباس: الذي منع زكاته ولم يزكي هذا المال يسأل الرجعة يوم القيامة. الوحيد اللي يطلب يرجع إلى الدنيا. فقالوا بعض الصحابة: اتق الله يا ابن عباس، الذي يسأل الرجعة هو الكافر، كافر ما صلى ولا صام يتمنى. قال: ألا تقرأوا قول الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يتمنى يتصدق ويرجع، لمن يرجع إلى الدنيا. ولكن آيات كان لك عندك علم على الزكاة، ما تفضل الشيخ يعني من المعلومة بالضرورة وتعرف نفقتها وتعرف خيراتها للفقراء فأبيت، فيتمنى الرجع ولكن لا يرجع. ولذلك نوصي بعضنا بعض: من بارك الله في مالي وجهدي، أن تعريف الزكاة المعروف هي النماء والنماء والبركة، ينمو ماله ويزكو جوارحه ويحفظ الله عز وجل هذا المال. حتى النبي صلى الله عليه وسلم هاتف الله لا مكشف حتى دخلنا في المال وإذا كشلوا طلاب يبارك في أموال المسلمين إن شاء الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح وهمه الدنيا، يعني كان يجمع من أجل الدنيا فقط لا من أجل الفقير واليتيم والمسكين ولا من أجل شيء، يلم ويخزن وروحه. ولذلك قيل: رجل يوما كاد أن يموت وكانت له أموال طائلة، وكانت أموال من النقود ذهب والفضة وما إلى ذلك، فلما احتضرت الموت خاف يموت، قال: معطوني بصحن إناء فيه زيت وغلقوا علي الباب، وش يدير؟ يغرس الدراهم ويبلع بهم بالزيت بيبلعوا. فإذا مات ما عرفوش، ثقل في الجنازة كان ثقيل عليهم، قالوا ما
الرجل هذا خفيف يعني ولا ثقيل، لما قلبه وجدوا ماله كله بلع كان ياخذ ماله معه، وهذا من البخل الشديد عياذ بالله. قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اصبح وهمه الدنيا شتت الله شمله. شوف سبحان الله العظيم، في الدنيا هذه الزكاه عقوبه في الدنيا والاخره، عقوبه في الدنيا ينزل عليه البلاء والوباء والامراض والاسقام والعلل، فماله ما عندوش تفكير مسدد يعني. وعلى العم مهموم، العم مهموم يقول لك انا والله كان عندي العم اللي فات كذا ولا ما عرفت كيف راح، ما عرفتش ما زكيتش. لو زكيت لانتظم حالك وانتظم بكرك، وسدد الله هذا الفكر حتى يقودك الى مرضات الله وترى البركه، لان واحد يزكي يحس واحد سبحان الله العظيم. انت ربي كرمك ما جعلكش توسل للناس، ربي كرمك ما جعلكش فقير يعني، ولا شحال تخرج مش قلنا يعني لما يدور 55 مليون و200 الف و50 الف شحال تخرج؟ كل مليون شحال تخرج؟ خرج فيه 25 الف 100 مليون شكرا سعد رامي شحال يخرج؟ زوج مليون و500 زوج مليون تعطيه شي ما حي لا انا اكرمكم الله ولا انا نقول لك بيضه هذه زوج مليون يدير لك 200 يعني شكاره بركه 100 مليون ينميها الله الله لك ويباركه ويحرسه من اللصوص والسرقه. وتحس فيها ذوق عجيب، كان واحد عنده اموال ما تذوقش الاموال ما زكاهاش، كان واحد يزكي وعنده حاجه قليله يتذوق، حس بالسعاده في داره في ولاده في رزقه ويتشاره وتقعد ملوثة وتبقى ملوثة. نعم لان فيها ما خرجش حق المسلمين منه. نعم لان الزكاة لما نخرجوا الزكاة يوسخ. نعم ركب عليه اسمها طهرة للمال، تخرجها بها تطهرها بها تنقيها وبها تزكو بها عند الله تبارك وتعالى. في حديث على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: نحن آل محمد لا نقبل صدقات الناس. لأن كان لا يقبل لأن من أوساخ الناس، الناس. نعم. يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم لأن أوساخ الناس، وهذه لا تليق بمعشر الأنبياء، تليق بنا إحنا يا فقراء أعطيلهم فقير مسكين محتاج وما إليك. نعود الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله شمله. والله يا أستاذ الشيخ معنا في المسجد كم من واحد يقول لي: الشيخ كان عندي أموال وما أعرفش وين راحوا لي، ولت عندي ديون وأمراض وأسقام مش عارف. لما تسأله تخرج الزكاة تقول لك: والله ماني عارف، أنا ننفق في الجوامع ونصدق فقير لكن الزكاة مانيش عارف. هذا مفهوم أريد أن تركز عليه الشيخ، لأنه هناك صحيح الكثير من يظن أنه يخرج هذيك الصدقة ويقول كان أنا نعطي المسجد ونتزوج فلان ونتزوج علان، ولكن الزكاة تقول لك أنا نضل هذيك الزكاة. هذا سوء فهم. الزكاة فريضة، الصلاة والصيام والحج وعندها ضوابط، عندها ضوابط كما قال الأستاذ الشيخ بارك الله فيه، يعني إذا بلغ النصاب وحال عليه العام، العام في أي وقت دار عليه العام وفيه النسبة اللي تخرجها النصاب، بلغ المن والنصاب تخرج الطهر 2.5. نعم 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 تخرج الزكاة طهر هذا المال، حاجة بسيطة سبحان الله العظيم. 100 مليون تخرج بها زوج ملايين، 200 مليون صحيح تخرج بها 5 ملايين، يعني الله يبارك يعني سبحان الله العظيم. والإنسان قال إلا مرض وكان فيه مرض. قلنا بعض الناس حقا تقول له لما يقول لك يا شيخ أنا والله يجوني جمعية خيرية، يجيني المسجد، يجوني العمال نعطيهم، ولكن الزكاة الله غالب، لا هذه فريضة وهذيك نافلة. كما واحد يخلي صلاة الجمعة على الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء يروح يصلي ركعتين في داره، يقول أنا نصلي، وصليت خويا قال زوج ركعات، والظهر قال هذا هو الظهر، الظهر زوج ركعات والعصر زوج ركعات، وش مدير هذا؟ إذا النافل، النافل لماذا؟ يثاب على فاعله ولا يعاقب تاركه، الفريضة لا، الزكاة يثاب فاعلها ويعاقب تاركه لأنها فرض ملزومة حتما من الله بالنصوص القرآنية يتكلم عنها الشيخ. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لما يؤديهاش الإنسان، بعض الناس ما يعرفش، بعض الشركات شيخ الالتفات بارك الله طيب يقول لك يخرج الضرائب، يقول لك أنا جاتني اليوم 60 مليون 70 مليون زدت أخرج الزكاة، يعني خرجت على الحكومة وزدت على ربي. لابد لك حق ماك متملك وعايش، وهذه الزكاة لك تعود لك بالنفع. بعض الناس يقول لك سبحان الله أنا أموال، أنا كنت نعرف صديق ونقول له إن شاء الله ربي يسمح له ويعافيه رب العالمين، كان يومين في كل عام يصاب ببلاء، قال لي حتى وين ابتدت المشاكل، اما دكانه اما شاحنه اما متجر نتاعو ينحرق، قال لي ماكش عليه، قال لي كنت كل عام ننتظر المصيبه وين تجي، قال لي يا ربي ما تجينيش ولادي، قال لي دائما تجي تكلفه تاع 200 مليون 100 مليون 150 مليون. انا تعجبت قلت له خويا الله يجازك تزكي المال؟ قال لي شو كيف نزكي؟ انا نعطي الفقراء والجمعيات. لا قلت له زكاه الصلاه والصيام، قال لي ما نعرفش، قال لي جامي، بس نخرج الفقراء يجوني المساكين يجيني واحد هكذا يجيني واحد. قلت له الزكاة خونا تعرف الزكاة؟ تعرف الصوم والبورصة شحال وهذيك شحال دايرين؟ كاع مطالع عليهم والزكاة راه وين باينة؟ ما تعرفش كيما ما يعرفش واحد الزكاة واحد مسلم.
قال لي مع الزكاة وحياة تخرج من الزكاة. فلما عاد هذا نظن نشوفنا إن شاء الله ربي يبارك له، فلما عاد إلى الزكاة حفظت ماله. سبحان الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله ما نقص ماله من صدقة. ويقول عليه الصلاة والسلام الصدقة برهان، واحد يزكي برهان على ماذا؟ على إيمانه وخوف ربي واقتدائه ولو استجاب لله تبارك وتعالى. قلنا الحديث يقول شتت الله شمله، وكل المشاهدين يسمعونا لما واحد يجد لم يسدد في تفكير ولم يقاول منجحش ولا عنده مشروع منجحش فيه في خلل. وهذه بالنسبة لزكاة الأموال وزكاة العروض، وبالنسبة للشركات هذا موضوع سنخصص له الحديث أكثر مع، وكان خصوا له أساتذتنا في الاقتصاد أستاذنا قدي، وتكلمنا عليه كثير لأنه هناك يغيب كثير عن أذهانهم أنه حتى الشركة والأموال اللي هناك تخرج من الجنة. لكن ما عرفوش مساكين، أنا نتعجب من أصحاب الشركات، هناك من يعرف وهناك اللي يدير روحه ما يعرف. نعم أستاذ راي بالفكش، نعم. يعني بعض بعض الشركات يديروا مستشارين معاه، عود يغلط وعود السومة مش عارف، وما يديرش مستشار الزكاة يحسب الأموال ويقيم مش عارف الزكاة. أنا بالك ما نعرفش ولا ما تعرفش الدين، واحد مؤمن تاقي يعرف الدين قال يودي للعام هذا يحسب لي كان الزكاة. كما دير المستشار يوري لك كيف تمشي وكيف تدير العروض وكيف تعرض وكيف تبيع حياتك. دير انسان طيب تقي ولا من مسجد روح للامام السيدي قال انا عندي مبلغ سر بينك وبينه وش على تخرج نخرج وكذا، روح شؤون دينيه جزاء الله عز وجل خصصت يعني. وهنا سندخل الى موضوع هام اللي هو ربما صلب نقاشنا اليوم، اللي هو آلية وزارة شؤون دينية والأوقاف استحدثت ما يسمى بصندوق الزكاة في سنة 2002 على ما أظن، 2002 هي في 1422 هجري على ما أظن، في سنة 2003 شيخ. نعم. فما هي في رأيكم فائدة تأسيس هذا الصندوق؟ ما هي الفائدة من تأسيس مثل هذا الصندوق؟ وما هي الإضافة اللي قدمها صندوق الزكاة بالنسبة للمحتاجين منذ تأسيسه؟ هذا السؤال موجه إليك شيخنا قرومي، فيما بعد توجه إلى شيخنا لأنه استحدثوا فيه آليات وتير حولها لغط كبير، القرض الحسن وسنتكلم حوله، ولكن نبدأ بداية من تأسيس صندوق الزكاة. هي آلية. والله أخي نوفل، صندوق الزكاة هذا كان حلم. نعم. في سنوات مضت نتمنى أن تتكفل الدولة بهذا الركن الأساس من الإسلام اللي هو الزكاة، مثلما تبني المساجد أو تشيد المساجد نحتاج إلى هيئة رسمية تعنى بالزكاة. فكانت فكرة إنشاء صندوق الزكاة وتأسيسه ولله الحمد، وشارك فيه يعني مختصون في الشريعة ومختصون في الاقتصاد، وأسس هذا الصندوق على بركة الله. فتأسيس هذا الصندوق الغاية منه أولا إعطاء الطابع الرسمي للزكاة. مكالمة؟ استسمحك عدلا. نعم فتحنا الآن مجال الاتصالات لكم مشاهدينا الكرام حتى تفيدونا وتتواصلوا معنا في هذا الموضوع، موضوع صندوق الزكاة وسيلة للتقريب بين الفقير والغني. معنا محمد من برج باريريت. السلام عليكم. السلام عليكم. لاباس بخير انتم؟ لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب. والله حبيبي الاخ البطل، نعم نعم، وهو موضوع حساس جدا، ومنها اللي يعني انا حاب ندخل في هذا الموضوع. نعم. يعني هذا موضوع الزكاة هو مشروع كبير. صح. وانا مش قادر كانوا قائمين عليه، يعني انت قلت الايام هذه وانا نتبع في الحمله في القران الكريم. صح. ونعمل بكل كلكم تقومون به مع المشايخ ومع الاساتذه ومع ادارات وزاره الشؤون الدينيه، يعني انا تبعت من البدايات حتى الان حتى اليوم. نعم. يعني يقول لك هو المشروع في ذاته مشروع كبير جدا، مش انسان يستعان ب صندوق الزكاه، هو صندوق الزكاه لو ينجح
لو ينجح في الجزائر راح يعود بخيرات كبيرة جدا 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 على كل الشعب الجزائري. والدليل على ذلك هي القيمة المالية اللي راهم يتكلموا عليها خبراء اقتصاديين وخبراء وزارة الشؤون الدينية والقائمين على صندوق الزكاة في الجزائر. وهذا مش كلام من فراغ والله، هذا كلام حقيقي ونعيشه ونلمسه ونشوفه. الإنسان اللي يكون عنده مبلغ الزكاة في زكيه 27 مليار و 30 مليار و 50 مليار يعني تهدد به مشروع صندوق الزكاة ماهوش مشروع حي. ولو ينجح هذا المشروع وننجحوا قائمين عليه وتكون رفيقة متبادلة ما بين إطارات وزارة الشؤون الدينية ومديرية الشؤون الدينية في 48 ولاية بالشرق، هي لازم يكون مصدر ثقة كاملة بيناتهم، سواء اللي يزكي الأموال تاعو يكون رايق في هذه الإطارات والكلام اللي رانا نسمعوا فيه عبر مناطق قناة القرآن الكريم وإذاعة القرآن الكريم وكل الإذاعات اللي راهم يحثوا يوميا الناس والمؤمنين أنهم يزكيوا، هذا عمل راح يكون كبير جدا جدا والمسؤولية راح تقع على جميع الأطراف اليوم الأئمة في المجلس. أنا أعطيك مثال، اليوم الأيام في المسجد تاع الحي تاعي أنا استغربت استغراب كبير جدا أن الإمام لم يدرج الخطبة والدرس على موضوع الزكاة. صدقني لما دخلت المسجد ولما وسمعتش كان الموضوع تاع الخطبة على موضوع الزكاة، أنا صدقني يعني صابني بعض من الذعور، لأننا في أيام العشراء وفي أيام الناس تستحق باش الناس تخفها وتراحضها وتأخذها عن زكاة. سبحان الله العظيم، لكن ما حسيناش الناس عن زكاة في هذه الأيام القابلة واقترح نحسهم. وهذا نقترح يعني مواطن بسيط نقترح أن قناة القرآن الكريم وكل منابرها والاستديوهات والمشايخ والأساتذة أنهم ما يحبسوش على هذا الدروس والمواعظ والكلام اللي رانا نسمعوا فيه في قناة القرآن الكريم. إن شاء الله يا أخويا الناس على خير من هي الزكاة، تركوا من أركان الإسلام. راه يراكم كيما الصلاة كيما الصوم كيما الحج كيما الأركان الآخرين كامل. أنا نسكن في مدينة 12 بوعر العريج، ومن صدقني راكم تعرفوا هي ساعة شحال غنية وبلاصون مستوية تاعها، المصانع الكبيرة اللي فيها. وأنا أعمل في إحدى المصانع والشيء اللي خلاني نتاثر ونتكلم بهالفرقة هذه نحس بالمعنى اتجاه ربي سبحانه. أنا متأكد بلي احنا سيدنا خدمة عنده ما كل يخرج الزكاة، ومش راني أنا بدون ذكر الأسماء ولا بدون الناس وما عرفتش كيف كانوا بسيط كمسلم يعني رأيين مكاتب غيرها على فقراء المساكين. أنا ما خدموا عند السيد هذا اللي خدموا عنده يعني لم يخرج الزكاة قرضا. أنا نحكي لك أنا آخر 13 سنة وأنا نخدم عندهم، مش خدمت عنده امبارح ولا اليوم، نحكي لك على مدة 13 سنة لم يخرج الزكاة. صدقني راح 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 يكون فيها رحمة كبيرة للعمال. أنت العامل العامل يخرج سجن وين صامتين في الشعب. أنا هذا الجواب راح نوجهه للمشايخ، وكان جاوبني عليه فضيلة الشيخ العلامة أبو عبد السلام وكسر خير الله حمار به، وكان عطاني الجواب مفصل كثير. ترى معاه يخرج سجن وين كاين دار وعنده زوج ولاد ومع كيفاش كيفاش ما تصحوش الزكاة؟ كيف ما يكونش هو الفئة اللي يجوز فيها أنه يدوا الزكاة؟ سبحان الله يجي المعلم مرشي يقول لك أنا راه كان الإيمان بين العمال هادو راه معلمهم كيما ما يدوها كل شهر يعملوها. نعم، وهذه ان شاء الله هذه تقطعوا ان شاء الله خويا. نعم قلت لك النقطة هذه، هل تعطى الزكاة لمن يتقاضى أجرة ولا؟ وسنجيب محمد كلامك تقوله كله رائع وجميل ومنطقي، ولكن حتى نفسح أيضا المجال للمشاهدين الآخرين المتصلين الآخرين. وأنت طرحت مشكور بارك الله فيك.
طرحت نقاط جميلة ونقاط مهمة في صلب الموضوع، ولكن حتى نثري النقاش وواحد فينا ما إن شاء الله نتمنى ولا أحد يحتكر الكلمة، إن شاء الله أنتم تشاركوا معنا وتتواصلوا معنا ونحن نستفيد، ودائما النقاش هذا نثريه من خلال اتصالاتكم ومكالماتكم. مشكور أخونا محمد بن برج بارريج، نعم، على الشجاعة والحرقة وغيرة إن صح التعبير، هذه غيرة على دين الله عز وجل، نحييك عليها أخويا محمد ونؤيده. نعم، وعود إليك شيخ في النقطة المهمة اللي كنا نتكلم عليها على صندوق الزكاة، وهو دخل معنا في الموضوع على صندوق الزكاة هذه الفكرة. نعم نعم، أعتذر شيخنا، معنا اتصال آخر معنا من برج بارريج إلى ورقلة مع محمد السخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس، بخير خويا محمد. الأستاذ حسن والأستاذ سي محمد القروبي. الله يسلمك. الصفحة تاع سي محمد القروبي في فيسبوك مش عارف واش الاسم، بحثنا عليها تخلط علينا الصفحة. بخصوص زكاة الأخنوبل. نعم. عندنا واحد العادة هنا في تماسين وفي منطقة وادرين، هذه الأيام فيه البعض اللي بدا في جنية الثمور اللي ربما الحديث عنها شوية راهو قليل. نعم. الفلاحين عندما يكونوا يقطعوا الأخنوبل ويمر عليهم شخص يكونوا يقطعوا مثلا يجوا في التمر ويمر عليهم شخص، واش يقول لهم؟ يقول لهم ربي يكفر عشورها، يعني الزكاة يفك، يعني مرتبطة منذ جني الثمور. ما شاء الله. يقول لهم ربي يكفر عشورها، ويردوا عليه الجماعة اللي يكونوا في العملية يقولوا له النبي يزورها. سبحان الله، ما شاء الله. يكون يقطع الأخ نوفل بعض الفلاحين الحارسين على إخراج الزكاة بتاع الثمور، صدقني يخرجها في المكان. ما شاء الله. يعني يحفظ كل 20 صندوق 19 صندوق يخليها ليه، وال 20 يخرجوا يعني جانبا. ربي يبارك فيها ان شاء الله. يعني من الاشخاص يعني فيه يعني شخص يقال ان الحكايه يعني حقيقيه، اخذ الثمور تاعه الى مدينه تقول حوالي 10 كيلو. نعم. وفي نفسه انه لن يخرج الزكاه. وفي الطريق عثرت الدابه تاعه وسقطت، ويعني كما نقولوا السباق سبحان الله الاكياس نتاعها. يعني كانه جاء انذار فقرر في الحين يخرج الزكاه جانبا. سبحان الله. فيقال انه عندما بدا يملا الاكياس مره ثانيه لم تسعها الاكياس، وهذه قصه يعني سبحان الله اكوان الامان تاعنا هنا في المنطقه. شكرا. سبحان الله فيك يا اخويا محمد، مشكور على مداخلتك. نعم خونا محمد دائما مداخلته ايضا طيبه ودائما نستفيد منه، تحيه لك ولكل اهلنا في الجنوب وفي ورقله بالتحديد. نعم شيخنا، حتى تكمل نطلب من زملائي في العارضه التقنيه الان يتوقفوا على اخذ المكالمات حتى افسح لشيخنا قرومي انه ياخذ الحديث ونتكلموا على هذا مشروع صندوق الزكاه اللي راهو جرى الحديث حوله، انه قلت لي انت هذا مشروع طيب، مشروع وكان حلم، ومشروع هذا كان حلم صح في سنوات مضت كان حلم والان تحقق، وما دام تحقق يحتاج الى من يدعمه ولو بالدعاء. كي يقول يدعمه ولا يقدح فيه. لماذا؟ لأن المشاريع الكبرى تبدأ صغيرة ثم تكبر. فمشروع الزكاة وصندوق الزكاة هو في الحقيقة لو يعني دققنا النظر في البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي نتاعه لوجدنا بأن صندوق الزكاة يصبح مورد من موارد الدولة. بل إن الدولة قد تستغني عن البترول لو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم. أنا لما تكلم الأخ نتاع البرج قال لك يعني عندنا منطقة يعني سارية جدا وزكاة الأموال فيها تقدر مثال واحد. هو نعم تكلم على الشركة ومشكوره أنه لم يذكرها. نعم لا نذكر. هو قال لك لو أنه هذه شركته فقط التي يعمل فيها لكانت تخرج الأموال. ولذلك أريد أن أدقق النظر فيما قاله. هذه شركة واحدة، كم من شركة موجودة في البلد؟ كم من ملياردير موجود في البلد؟ ولهذا التعبير القرآني، أنا أركز على هذه النقطة جيدا وحتى يعني أنبه المشرفين على صندوق الزكاة طبعا، وأقصد بذلك يعني وزارة الشؤون الدينية باعتبارها الجهاز المنفذ يعني المشرفة على لهذه العملية. مثل ما يوجد
سعاة للضرائب وجمع الضرائب والحرص على الضرائب، وجب أن يكون هناك سعاة وجبات، وهذه موجودة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يسعون إلى جمع الزكوات من أصحابها. القرآن الكريم ما ترك شيئا هكذا للناس عبثا لأهواء الناس. الله نقطة مطرح عليها أنا فيه من الوزارة السعودية مخصصة وحتى للشركات الكبار أنا ما عنديش هذه المعلومة، ولكن نعم مؤكدة اسمح لي الشيخ بركة نعم حتى لا تفوتنا هذه النقطة. نعم شيخنا، هم القائمين حقيقيا على صندوق الزكاة أئمة، تحية لهم. نعم وتحية لكم مالية، وكي الناس يسعون أيمن كلفتهم لجان وكذا يروح حتى لأصحاب الأموال والشركات الأعيان في المنطقة المعروفة التي أحسن، ووروا لهم الدين اللي استجب استجب اللي مستجب، ويعطوا حتى بعد الأرقام تاع البريد وين يحطوا أموالهم، كان يستجبوا كان لنا إن شاء الله تعالى. كما قال الشيخ شيء جليل، الشيخ قال لكم عنوة الشيخ جوبات أنه يخلصها جوبات لما الدولة تحمل الأمر كذا وتروح تعدد له الدولة. تحدث عن المسؤول في البلد عن جمع الضرائب، ويجب أن يفكر في جمع الزكاة. قرآن كريم قال خذ من أموالهم، ما تروحش تحله لأن هذا كله ما له أصلا. لماذا حلهم بينونهم إن شاء الله؟ لا صح الأصل أنا أتحدث عن التعبير القرآني، مش أنا قلت. الله تعالى قال خذ، والخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والقائد وهو قدوتنا، هو المأمور بوصفه حاكم أن يأخذ الزكاة من أصحابها، لكن لا يظلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبو موسى الأشعري قال إنك تجد قوما أهل كتاب أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم قالوها فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من شفق التعبير تاع النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن قال خذ، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أموالهم من أغنيائهم، والفائدة الكبرى وترد لفقرائهم، بمعنى لا تأخذها الدولة، الدولة تكون وسيلة تسعى البريد يأخذ من وهذا الغني مهم شيخ، وهذا هو دور صندوق الزكاة. وحتى في ما حدث في حروب الردة نجيلها. أنا حبيت أفصل هذه النقطة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وأنت تأخذ تبين لهم بأن هذه الزكاة تساهم في تطهيرهم، في مغفرة ذنوبهم، تطهرهم وتزكيهم. مدام مسلم، مدام مسلم يلتزم. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالزكاة والاستجابة لله فيها تحيي البلد، تحيي البلد. الغني يصبح مطمئن على ماله، لا يخاف سرقة ماله لأنه يؤدي زكاته ويعطي للفقير حقه، ملتزم قول الله تعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكين. شوف التعبير القرآني دقيق جدا، وأنا أريد أن أوصل هذه الرسائل لإخوان الأغنياء الذين من الله عليهم بالأموال، نوصل هذه الرسالة. ربي قال أعطيني حقه، بمعنى أيها الغني الذي أغناك الله، أنت زدت فقير ما عندك والو، أغناك الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بعد وليت سيفلان، وسيفلان عند المجتمع هو صاحب المال، صاحب شكارة. هذا هو التعبير. هناك مقولة رائعة في هذا الجانب لتؤيد قولك، أنه حدث قد مالوا إلى من عنده، أنه شيخ أمام مالك قال له ومن تكون أنت؟ قال له أولك نطفة نكرة، يعني لم تكن الناس تعرفك، وآخرك جيفة قذرة، وبين هذا وذاك تحمل العادلة. هذا إمام علي رضي الله عنه قال. قلت توجيه لإخواني هؤلاء حتى لا يحاسبوا عن أموالهم، يعني إذا كان الصندوق الزكاة ولا المشرف عن صندوق الزكاة لم يطلع عليك، فاعلم أن الله مطلع عليك. فإذا أردت أن تنمي هذا المال فعليك أن تخرج زكاة مالك، تخرجها طواعية
فهذا الذي نحتاج إليه. إذا فصندوق الزكاة هو واسطة، وهذا العنوان تاع الحصة مهم جدا. وهل قدم إضافة شيخنا بعد 16 سنة من تأسيسه؟ هذا هو اللي كان السؤال الجوهري، هل قدم إضافة؟ فعلا قدم إضافة، لأن صندوق الزكاة التعامل المباشر مع الأئمة كما كان يقول الشيخ قبل قليل. نعم، وأنتم أدرى مني لأن أنتم في المساجد وكل واحد فيكم هو الإدارة. الإدارة على مستوى وزارة الشؤون الدينية كلفت المديريات على مستوى الولايات والمديريات يلصقون مع الأئمة، والأئمة من حنكتهم يلصقون مع جمعية الأحياء، لجان الأحياء. لماذا؟ لأن الأحياء يعرف بعضهم بعضا. أنت في الحي تعرف الفقير وتعرف المسكين وتعرف المحتاج، فأنت تفكر في الأرملة وتفكر في اليتيم. حتى ولو كان هناك جمعيات تعنى بهذه الفئات كلها، لكن هذه تعنى بتلك الفئات من باب الصدقات، لكن الزكاة المفروضة فيعنى بها صندوق الزكاة، وهو الذي ينظم هذه العملية حتى تكون مورد من موارد المواطنين. شيخنا خليلك حتى تجاوب على هذه النقطة اللي أثرها أخونا محمد من البرج، من البرج، أنه قالوا له بلي أنتم خدامين وراكم تخلصوا شهرية، ما يجوز لكمش تأخذوا أموال الزكاة. لا وما هذا غير صحيح. نعم هذا غير صحيح، لو أردت أن نجيب عنه الآن. نعم تفضل حتى ما ننساوش ما نقولش النقطة. الزكاة تعطى للمساكين، هؤلاء الذين يعملون خدامين لكن ما يلحقوش، وهذول نسميهم ذوي الدخل محدود الضعيف او الدخل المحدود. هذا يخدم لكن ما لحقش. طبعا اللي ما يخدمش هذاك راه يبقى هذاك يدخل في المسكين، هذا يدخل في قائمه المسكين. القران الكريم ذكر في سوره الكهف واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. القران يعني قال لمساكين يعملون، يعني يعملوا وسماهم مساكين. وعندهم سفينه وعندهم سفينه سفينه لكن ما لحقوش. علاش ما لحقوش؟ لوجود الظلم. كان هناك ملك ياخذ كل سفينه غصبه. اذا فممكن الانسان يكون خدام وشهر ولكن يعتبر في المساكين، يعتبر يدخل في قائمه المساكين. بل اكثر من هذا انا اقول، لأن الذي لا يملك النصاب يعد فقيرا. والفهم يفهم. واضح، بارك الله فيك شيخنا. لأن الذي يملك النصاب وجب عليه أن يخرج أمواله زكاة ماله. الذي لا يملك النصاب الشرع لم يفرض عليه أن يخرج، لأنه في حاجة إلى أن يدخل. وقال قالوا المجتمع نصفين كما قلت، قالوا تؤخذ من أغنيائهم وتعطى على فقراء، يعني كاين أغنياء وفقرائهم. كاين أغنياء وفقراء، اللي الحق اللي راهو فوق النصاب راهو من الأغنياء يخرج الأموال، اللي راهو تحت النصاب أنت تعطى لك الصدقة. يحتاج مسألة أخرى مهمة جدا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، معنى ذلك أن الزكاة تبقى في المنطقة هذه. نعم حتى تستغني كلها. نبحث عن المناطق المجاورة. وهذه فتوى يعني موجودة عند المالكية، أن الزكاة لا تخرج من البقعة اللي راك فيها. أبدأ بالفقراء نتاعك تاع الحي، ثم تتسع الدائرة القرية البلدية تخرج الولاية، هكذا تتسع الدائرة. فلو أن كل بلدية تعنى بفقرائها ثم تتسع الدائرة لاستغنى الناس عن السؤال وعن مد اليد. والحديث بقي. نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا قرومي، وأنا لا أريد أن أفصل كثيرا في الأرقام والمشاريع اللي قام بها صندوق الزكاة، لأنه زملائنا اتطرقوا إليها من قبل في أمس، واتطرقوا إليها يعني بالتفصيل، وقاموا بتصوير روبورتاجات حية واقعية لأناس استفادوا من صندوق الزكاة بما يسمى بالقرض الحسن. وسنأتي للتفصيل في القرض الحسن شيخنا، لأنه هناك فيه كلام وسنسمع منك القول الشافي والكافي بحول الله تعالى. هناك أيضا عندنا نسبة معتبرة من جاليتنا الجزائرية المقيمة بالمهجر. هذه الجالية شيخنا في رأيكم هل تقوم بإخراج أموال زكاتها الى هناك وين راهم مقيمين في المهجر، المسلمين الموجودين في اوروبا والى غير ذلك، ام لا؟
أما أنت ترى أنهم الأفضل أنهم يودعونها في صندوق الزكاة، يعني صندوق الزكاة الجزائري، حتى يستفيد منها أبناء وطنهم وإخوانهم هنا. هو المفروض هذا هو، يعني ضعوها في أموال الزكاة، في صندوق الزكاة. نريد لك نرجع إلى صندوق الزكاة لو سمحت. تفضل. بما أننا نحن مطلعين بعد الخبر ما يعرفوش المشاهدين. صح، وأنت راك أدرى من ليكونوا مؤتمنين، يعني لما واحد يعرف حقيقة يكون ثقة. بارك الله فيك. بارك الله. يعني هذا الصندوق الزكاة كما الشيخ تكلم بارك الله، قال لك كان حلم، حقيقة حلم. حلم تجسد هذه الفريضة وتشوف الفاقد يدي حقه. احنا واش واجبنا؟ أن الفاقد يدي حقه. صحيح. ولما واحد يكنز مولى حتى ربي يقول كي لا تكون دولة بين الأغنياء بينكم، يعني كنزوا درام يكونوا دول، يعني حتى والفقير يضايع بين الناس. نخرجوا من الناس مخلصين ومحسنين اقتصاديين وخبراء، اه اي صندوق الزكاة وداروا نظام محكم. انا بعض الناس ما يعرفوش، بل يعلم جميع المشاهدين، في كل مسجد كان صناديق الزكاة. كيف تكون صندوق الزكاة؟ الامام يكون مع ناس اللي هما اللجنة القائية تاع الزكاة، ويدخل منهم من يخرجون الزكاة، يعني التجار اللي دخلوا الزكاة يدخلوا في اللجنة هذه تاع المسجد. وعند الصندوق هذا عنده غفلين، يعني زوج مفاتح، واحدة عند الإمام واحدة عند اللجان، ما كاش واحد يفتح إلا يجتمعوا جميعا. لما يجتمعوا هذا يفتحوا الصندوق تاع الزكاة، يعني يحسبوا الأموال، وفي جماعة جماعية موثوق بها، والإمام حاضر، ومن اللجان القاعدية، ومن رجل المزكين، ويحسبوا هذا المال ويودع في بريد. يعني يقول سيما توضع في البريد، في البريد، ويروح إلى أهلي. احنا عندنا القاعدة اللجنية تاع المسجدية، وعندنا القاعدة اللجنة تاع الولائية، وعندنا الوطنية. وناس ثيقوا هذو أئمة مخلصين. نعرف بعض الأصدقاء يظل يضحي ويمشي ويبكي ويفرح انه يخدم الفقير هذا. اقسم لك بالله يا الاخ من المشاهدين، ما كاش لي حلفني لك نقسم باش يثيقوا بعضنا بعض. انا نسمع كثير كلام عن الناس وما يعرفوش ما معنى الزكاه ولا صندوق الزكاه، ماهوش مطلع عليه. اسال واحد يقول لك لا وداروه هما وداوهم، وشكون اللي داه؟ هذا والله العظيم انا اثق بما اعرف، انا اتكلم بما اعرف. تصب في البريد، وفي البريد ما دي تجمع، وكل إمام عنده فقراء مقعدين، فقراء اشد الحاجة، وأئمة يعني ما عندناش نقولوا فيها، يلم الملفات تاع الفقراء ويبعثهم لصندوق الزكاة، ومن بعد يروح الولاية والوين، ومن بعد يبحثوا الإحصاء ويبحثوا لكل فقير وين يروح. يروح البريد. الفقير هذا يجي يقول سيما ويجي رسالة، يروح ياخذ أموال وراسه مرفوع كأنه يخلص راتب. عندهم في المواسم الأعياد، المولد، عندهم مناسبة عاشوراء، عندهم تأتي 500 600 مليون. وهذا كان مطلب شعبي. أنا مطلب شعبي، أذكر أنه حتى قف ترمضان يديها ومطمئن. كثير من الناس من يطالب أنها تحول كما صندوق الزكاة، أنا يعطوا لهم ما يروحش يبهدلوا. أنا نعرف ما يروحش يسأل يدير هذاك الطابور، هذاك الطابور وكاين يستنى حتى فكرة أخرى. بعض الأغنياء هداهم الله ربي يوفقهم يفهموا، يعني يقعد في داره في عشرة وشيد يدير كرسي ودير 70 ولا 100 برية قدامه، فيها 1000 راك، فيها 50 دورو، فيها 50000، فيها 100000، والله شان خوت من أنا شفتها بعيني. فوق راه صبح عنده على أساس رجل أعمال وعنده، ويمد لهم بالرسالة. ذل عجيب. صح. لا شو عندنا رأت والقائمين عليها يعني يرفعوا الذل والغبن على الفقراء. لا لا، حتى يجي لدارك ويتمسكن ويمد يده. روح يروح للبريد عنده اسمه، يمد لهم، يدي الشاريه نتاعو، راسه مرفوع، يصون ولاده يصون عرضه. هذا الذي نريده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم في هذا اليوم في الاعياد، تدخل يتسول ودير على كرسي انا رايته بعيني. بعض الناس اغنياء هداهم الله ودير بريه 150 200 100، شد انت يا اخي سبحان الله العظيم. وزر شؤون دينيه والدوله في مقامته والائمه يتكلموا، يعني كفاوك من هذا الهم. صحيح. مد زكاتك وهم يمدوه، يعني اكيد على الفقير. انا كنت من بدايه ما كنتش في ضبابي يعني، لكن حد الان اقسم لك بالله تروح الى الامور عندك الحق، وانا مسؤول على ذلك. صحيح. والامور قد ما راهي تتطور، قد ما ويكون تحسين، وراه يكون اكثر شفافيه واكثر وضوح في كل عام تتطور اكثر. احنا لما الاستاذ قبيل وانت تسالني على المغتربين، يعني نعم احنا مغترب نقولها، نحن بارعين وشاطرين في جلد ادوات. بارك الله فيك. دائما نشكك في بعضنا، دائما الحاجة شوف الحاجة اللي حدا ما يهضروا فيها. إيه؟
قال لك الانسان اللي تمشي في الطريق وما عطوش عليك عربك من مخلخل لما تعود مسقم روحك عياض ولا لسه بسم مانيش عارف. احنا يعني سبحان الله العظيم لو الشركات كامل رجال اعمال الطيبين المخلصين المفلحين وثيقوا صح في الصندوق ويحطوا اموالهم ديروا في بالكم راه في يد امنه 100% ونسال عنها يوم القيامه. والله غيتروح الفقير ما تلقى حتى كما قال لك استاذ في كل بلديه، لان كل بلديه كل مقاطعه تاع بلديه واش جمعوا يردوا لي عليهم يقول الفقراء نتاعهم من المساجد، هذا جاب خمس فقراء هذا سته من المسجد يعود اليهم وانا بتجربتي عندي في المسجد يجوا الى الفقراء. واش لما يجي الفقراء اللي 10 ملايين 5 ملايين 2 ملايين يجوا الفقراء لها بعت الملف نتاعهم وهكذا كل مسجد وقيس على ولاه. لهؤلاء الشركات وحسب الرجال يثيقوا صح واحنا نقول لهم ثيقوا لان هؤلاء الناس يخافوا ربي سبحانه وتعالى يثيقوا بهم. والله لا اغنينا فقير ظل التحواس من مشرق الفقر من مشرق المغرب على فقر ما كاش. ولماذا عندنا نماذج في التاريخ؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه هو في الشام الخلافه يبعث الى ادغال افريقيا يعطيهم الاموال يروحوا الفقراء يردوا له الاموال. قال لي ما قال ما وجدنا فقيرا. يقول واش يدير؟ ينادي يدير قانون من دارو جديد العزاب اللي متزوج اللي عنده ديون تعالوا في بيت مال المسلمين حتى اغناهم. ثم دار نداء للمسيح واليهود من عنده ديون تعالوا اهل البيت مال دار الخزينه تسدد عنكم. ثم مع الاخر فاض المال يعني بركه. شوف لما يعودوا زكوا فقلت له باخه كبيره يعني يزكي قال حتى كل شيء يروح لاصحابه. اسمح لي يروح لاصحابه فاضي حقا يأخذ حقه. نعم لما فاضل من وشي قال شو قمح وانثروه بالجبال كي لا يقال أن ضاعت الطيور في الدولة الفلانية. شوف الإسلام هذه بالزكاة برك كما قال لك الأستاذ بالزكاة يا شيخ نصبوا أغنياء نستغنوا حتى البترول. واحد عنده 100 مليار واحد عنده 70 مليار ونسموا بعض الاعداد ما نقدرش نحسبها 600 مليار 700 مليار يا اخي واش تاخذ بهذه الاموال تخليها تكنس وتكون عنها جهنم يوم القيامه؟ لما انت تخاف ربي سبحانه وتعالى يعني واعطاك ربي هذا المال وهذا مسألة مهمة جدا. لو قيل لرجال الأعمال أرواحوا تخدموا في بلادكم بشرط واحد أنكم تخرجوا زكاة أموالكم أسيدي ما تدفعوش ضرائب. أنا هذا اجتهاد مني ما تدفعوش ضرائب خلصوا زكاة أموالكم والله في العام ندخلوا ما لا ندخله من البترول. أكيد وتعمل فكرة أنا أفضل على رجال الأعمال كي نقول رجال الأعمال لا أتحدث بألف مليار. كاين ناس عندهم قلت لك أرقام فلكية أرقام فلكية لا يمكن حصرها ولا عدوها وربي يبارك لهم. ما يتحسبوش بالدينار الجزائري يتحسبوا بالعملة الصعبة. بعض الناس يقول لي ما نعرفش عندي قرار ولا ما نعرف العدد نتاعها. وش تقول هذا؟ شحال واحد يقول لي عندي شغل ما نعرفش العدد؟ نعم نعم قلت له جيبهم بالجامعة. صلى الله عز وجل يهديهم ويبارك فيهم ويكون الصندوق هذا مثمر وفيه نتائج طيبة بإذن الله تبارك وتعالى. ربي يبارك فيك. أعود لفكرة طرحها الشيخ وهي مهمة جدا. لماذا لا يتخذ أرباب المال مستشارين شرعيين؟ هيئة رقابة شرعية داخل الشارع. مستشار واحد مستشار واحد في كل شركة التي تدر اموالا طائلة خاصة الشركات الكبرى الشركات الكبرى طبعا مستشار شرعي يعنى بالزكاة ويعنى بالطرق الحلال لكسب المال للشركة. الشركات هذه كيفاش ربي يبارك لها في المال؟ هذا مطلوب من المؤمن مطلوب كمؤمن مطلوب يدخل الحلال ويزكي من المال الحلال هذا. اسمع لي الشيخ والله هي تنقل مال عجيبه لن يحلم بها ابدا. نعم يتنقل المال من الفساد مما حرم الله تبارك وتعالى. ولما يتنقى هذا وش يوقع في المجتمع؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ربي يفتح بركه في المال هذا حتى ولو كان قليل. فهذا الاخ نتاع البرج اللي قال زوج ملايين وما يعطوناش الزكاه من حقك ان تاخذ الزكاه. طبعا ليس شرطا من عند المعلم نتاعك لكنك تدخل في قائمه والمساكين الذي يعمل وما يلحقش. ومن من الخلل الموجود عند الاغنياء ان ينظروا الى مصارف الزكاه في الفقير فقط. يشوف الزكاة تعطى للفقير فقط. كاين ثمانية أصناف
صحيح اللي مذكورين في الآية، كاين الغارمين، كاين للفقراء والمساكين والعاملين عليها. قد يقول أحدكم وضوك صندوق الزكاة، كاين الناس مخدمين فيه نطولهم الزكاة. ما تعطيش للشخص، تعطي للهيئة، للهيئة المكلفة، حتى تشجع فتح صندوق الزكاة في كل الولايات، وتجد من يعمل لهذا المشروع الضخم الكبير دون أن يطمع في أخذ المال. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، شكون المؤلفة قلوبهم؟ ناس كفار ما همش مسلمين أصلا، فأنت تعطيه ترغيبا له في الإسلام. وهنا أذكر سؤالا طرحه علي أحد المغتربين، أخونا سمير هذا من باريس، قال لي يا شيخ أنا أسأل هل يمكن أن أعطي الزكاة هنا؟ يعني عدنا هذا كان سؤالنا، هل يخرجوها هما هاد الناس اللي تكلم عليهم جاليتنا في المهجر؟ سأل قال أنا كاين جمعية خيرية مهمتها أن تعنى بالإسلام زبري الأسداف الفقراء هذوك اللي ما يلقاوش وين يرقدوا المشردين. قال لك كاين نعطيو لهم الوجبات الغذائية ونمر عليهم في فصل الشتاء، كاين جمعية تعنى بهذا. قلت له جمعية مسلمة ولا غير مسلمة؟ قال لي مسلمين، يعني جمعية خيرية مسلمة، فتطلب من الجالية أن يعينوها حتى ولو بأموال الزكاة. قال لي هل يجوز نعطيه أموال الزكاة لهذه الجمعية وحدة، وهل يجوز أن نشتري شاحنة حافلة صغيرة باش ينقلوا فيها المتاع ونهديوها لهذه الجمعية، هل تدخل في الزكاة ولا لا؟ تدخل في قول الله عز وجل وفي سبيل الله. كلمة في سبيل الله واسعة، واسعة جدا، ومنها جاء القرض الحسن. مباشرة للسؤال إذا اللي مو القرض الحسن. القرض الحسن، القرض الحسن هذا آلية استحدثته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتمويل مشاريع للشباب، مشاريع صغيرة ومشاريع مقاولاتية، تقرضهم شيخنا شيرود من صندوق الزكاة، تقرضهم تعطي لهم قرض دون فائده، قرض حسن، لهذا سمي قرض حسن. يعني ماشي كما القرض التقليدي بالفعل، هذا دون فائده، يعني ماهوش قرض رباوي. نعم. ولكن شيخنا الاشكاليه هنا، هل هذا فيه اجتهاد؟ لانه في الزكاه انت تملك الناس تلك الاموال، لما انت تخرج الزكاه وتعطيه لواحد من هذه الاصناف الثمانيه انت تملكه المال. ولكن هنا هذا هو عباره عن قرض، هذا قرض لتملكه مشروعا. هنا الاجتهاد. نعم. هنا وقع الاجتهاد. تملكه مشروعا سيقوم بذاته، فيصبح هذا المقترض مزكيا بعد سنة أو سنتين. فإنك تقضي على حاجته. هذا شاب راح يدير مشروع معين، وذاك المشروع ربما يقدر ب 30 مليون ولا ما نعرف، ولا أقل ولا أكثر، فأنت تعطيه من المال ما يكفيه على أساس أن يرجعه دون فائدة، فيصبح هذا اللي كان محتاج، هذا الشاب اللي كان محتاج في فترة ما، يستقل بماله فيرجع لصندوق الزكاة. يعني ليس فقط المال الذي أخذه، وإنما يصبح مزكيا، يصبح هو بدوره مزكي ويتملك مشروعا. يولي هو يولي يخرج الاموال، هو يولي يخرج الاموال. وهذه الحكمه من الزكاة ايضا، الحكمه من المتعاملين الفقير، هذا انه ما يقعدش هو كل عام يعطيك ولذلك مساله اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. احنا نريد ان نطبق هذا الحديث، لكن نضيف له اغنوهم عن السؤال في السنة، مدى الحياة، يعني مدى الحياة. احنا ماذا بينا الفقير هذا ما يكونش في البلاد كما وقع في عهد عمر بن عبد العزيز، ما بقاش اغنياء فقراء، الشباب تزوجوا ما كانش لعب تزوج، حتى ذر القمح على الجبال وقال حتى لا يقال بان الطيور لم تجد ما تاكل في عهد عمر. احنا نريد ان يقال يعني نتصدق في صندوق الزكاة ونشجع صندوق الزكاة حتى لا يقال بقي جائع في الجزائر.
ان شاء الله. هذه مسائل حساسة جدا. نعم مسألة تحتاج إلى اجتهاد كبير، والذين وضعوا هذا القرض الحسن ما همش سايبين، ما همش ناس وخلاص. كاين ناس متخصصين في الشريعة، وكاين ناس متخصصين في يقدروا المصالح، يقدروا المصالح والمفاسد. فالمسائل اعتبار المصلحة المرسلة مهم جدا. نعم المسائل تؤخذ بمقاصدها. عندنا قواعد أصولية تسمح لنا بهذا القياس أو هذا التقدير. فالمقاصد الأمور بمقاصدها، فما يخدم المصلحة العامة يعتبر مصلحة مرسلة. كاين المصالح الملغات، هذه لا يجوز لأحد أن يتعداها، والمصالح المعتبرة هذه معتبرة شرعا لا مجال للاجتهاد فيها. لكن مصالح مرسلة ومنها قانون المرور، يجيش واحد يقول لي الآن قانون المرور ما كاش في الكتاب والسنة بدعة أو بدعة ولا يجوز. الآن القرض الحسن هذا نقدر ندرجه في المصالح المرسلة التي تقتضيه يقتضيه الزمن، يقتضيه الوضع. الان عندنا بطالين بشهادات وبطالين يحتاجون الى دعم. دعم كاين تدعيم تاع الدوله وكاين تدعيم من هنا. اريد ان اسمع رايكم الاثنين الشيخي الفاضلين، قدتني الى سؤال مهم ايضا اللي هو في رايكم شيخ حسن شيرود وشيخنا محمد قدومي، من الاكثر فعاليه والاكثر جدوى؟ هل هو أن نوزع هذه أموال الزكاة على عدد كبير من الفقراء والناس ولكن يأخذوا مبلغ والناس نصاب صغير صغير صغير، وإلا لا يوزع على مجموعة قليلة من الناس ونكون لهم بهذاك المال يكون معتبر هذاك المال الرأس مال يقدر يخلق به مشروع صغير، حتى كما تكلمنا على هذا القرض الحسن ويؤسس به مشروع، ومن بعد هو ايضا يقدر يخرج من الفقر اللي هو يتحول الى مزكي، ام لا؟ ام ان هذا المال حق الناس كلهم ولا يمكنك ان تمنع من اناس دون غيرهم، لان هذا المال مال الله وانت لست مخولا ان تنتقي هذا عن هذا. لا، هو الزكاة تعطى للمحتاج للفقير، يعني سواء بقيمة كبيرة ولا بقيمة قليلة. تجنبا لهذا الخلل الذي يقع هو أنه واحد نعطيه له يعني بزاف وعدد كبير وواحد ما نعطيه له شجاع. لهذا أنشئ صندوق الزكاة لتنظيم عملية التوزيع. كاين واحد فقير الناس قاعد تعطي له على لانه ممكن يمد يده، ممكن يظهر حاجته، وكاين الناس الذين لا يظهرون حاجتهم. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. هذا الناس المطلوب على المشرفين على صندوق الزكاه دق الباب عليهم. اما هذاك الفقير يعني اللي كل الاعين تنظر اليه، هذاك عادي. لكن يعني هذاك اللي محتاج ويستحيل. ولكن انت شيخنا لو خيرت بين امرين كما قلت لك، انك توزع هذا المال على قريه، نفترض عندنا قريه عندنا فيها 100 فقير، توزع عليهم نصاب قليل، كل واحد ياخذ نصاب قليل، او تعطي العشرين منهم من هذه المئة 20 وتعطي لهم مبلغ محترم ومعتبر يمكنهم من ان ينشئوا مشروع. لا، انا هذا لا اخذه من الزكاه. انا اسوي بينه. نعم. لماذا؟ لأن الزكاة إنما جعلت لكي تغني الفقراء والمساكين. هذا هو الأصل. هذا هو الأصل فيها. أنها تعطى للفقراء والمساكين. أما ما ذكرته من إعطاء ثروة على سبيل قرض، هذا أفضل أن تعنى الدولة به بعيدا عن صندوق الزكاة. صحيح، جميل. والله أعلم. بارك الله فيك. أقول والله أعلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شيخنا أيضا نفس السؤال موجه إليه. أنا شاطر الشيخ ولكن أخالف هذا الجزء الأخير. لازم تخالفه شيخنا. لازم تخالفه. هو بالأول الشيخ أنا قال الزكاة ومن بعد أيد القرض الحسن. الأرض الحسن القرض الحسن من الزكاة. ما دام من أيده يلزم سير المفعول. أما يعارضه لما؟ أنا أتمنى أنا أؤيد القرض الحسن. لماذا؟ احنا ما نتمناوش عندنا 10 فقراء دائما يبقوا فقراء، دائما يبقوا يطلبوا يشحتوا، اعطيهم مليون ومن بعد غدوه العام ما يخدموا وينتظر. لا،
انت تخيلت مثل جميل يعني قريه فيها عشر فقراء مثلا، عشر فقراء نعطوا الخمسه ولا سته ولا السبعه ونخلوا زوج زوج كما قال لك الاستاذ يعرفوا فقراء، وهذوك نعطوهم قرض حسن يبني شركه او شركه ومن بعد يتملك، هذوك شو يدير؟ يدير عمال يعملوا معاه ما يصنعش وحده، يدير خمسه من القريه، خمسه من المكان، عشره فقراء مساكين وهذوك اللي ما يتنمش يضمهم يعملوا عنده. هذا وينتج عام زوج عام الجاي واش نديروا؟ نروحوا يعطونا الزكاه. هذا خلاص ما خليناش شحات، احنا العيب فينا مزلنا لحد الان نخمو اعطي الفقير 100000 يبقى دين يستنى في 100000 كما قلت لنا هذاك اللي يدير لي زونفلوب الاجر لا هو الهدف من اخلاص اغنيه ما يديرش يتسول، اعطيه بك مثلا واحد عنده دين ولا عنده مشروع ما قدرش يعمل قرض زكاه قرض الحسن ما يروح، روح اصحاب الشهادات عندهم افكار عندهم ناس مستثمرين يدير مشروع عنده مشروع قادر يبيع، وانا نعرف بعض الاصدقاء داروا مثلا شركات هكذا نجحوا بها نجارين حداد يخدم الجاج مشاريع صغيره او مصغره ومن بعد ولا هو يصدر ودار عمال 20 و30 ويخلق لك ايضا مناصب شغل وتتهنى منه هذا خلاص. العام الجاي روحوا لاخونا هذاك اللي كان يقابل ليتني حاجه قليله، واش عندك مشروع؟ واش من الفكره في راسك؟ عندي كذا، وكما قال لك استاذ بارك الله فيه هذو الناس اللي داروا المشروع القرض الحسن يعني ناس خبراء يا شيخ صحيح يدرسوا كل الجوانب صحيح خبراء في الجانب الاقتصادي نعم والشرعي وال... حتى الرجل ممكن صحيح. يجي يطلب القرض الحسن يحطوه قدامه اخويا واش باغي تدير؟ انت واش من منطقه واش من بلد واش يصلح بالمدينه نتاعك؟ انا دوك في المدينه نقول ندير شويه الشركه تاع الحلوه وعايش في الريف، شكون يشري لك الحلوه ذم؟ مثلا يدير دواجن يدير ارانب يدير ابقار يدير يحلف فيها موعيش ويدرسوه ويعاونوه ويحفزوه ممكن بعض الخلل ما هوش عارفها يطوروها له وحتى ويمشوا معاه ويراقبوه هو يصبح ما شاء الله يصبح عام زوج ثلاثه عنده شركات دير مليار ودير زوج ودير ثلاثه وعنده عمال ويصبح معلم سيده مخرج غير الزكاه وبارك الله فيه. العام الاخر روح للمكان الفلاني. احنا المسلمين هذا العيب، انا احكي لك واحد القصه ممكن تكون عندها يقول كان رجل زوج طلب به شحاتين كما يقول تسولي في الطريق. رجل مسلم وفقير وهذا يهودي وفقير. فمر عليهم رجل ملياردير يعني رجل اعمال يهودي. اليهودي لما شافه عرف اللي يقول هذا يهودي وانا يهودي عرفني يعطي لي مر اليهودي مر اعطى الى الفقير المسلم ولم يعطي للفقير اليهودي وراح اليهودي يزعف قال يهودي كما انا ما يهودليش تبعوا قالوا اسمع يا كان يهودي تعرفني قالوا نعرفك قالوا ماذا ما مديتليش وما مديت قال له اسكت قال له طيت له باه يظل هكذا يقعد دائما احنا الفقير يظل دائما العام يطبطب لك في الباب العام يجي لك اعطي لي 100000 مستحيل قال انت ما طيتلكش علاه ما طيتلكش بتاخذك العزه تروح تعمل وتعرض تروح تعمل احنا نحتاج ولا شاب عنده قرض حسن الشركه يعمل ويدير انتاج ويدير عمال معاه ويفيد بلاده وفي بلاد اسرته احنا دائما مذلول انه هاك ارواحنا طولك وهكذا دولك حتى الدور حتى تعم والا دائما احنا ارواحنا نسجلوا فقراء فقراء ما يخلصوش العام ارواح عندك مليون ادي مليون تاعك ارواح عندك 500000 عندك 600000 واش يديروا 600000 الشيخ قال لك اللي شهر ما هو فقير صح الشهر هذا وش يدير؟ عنده لما يخلص زوج ملايين ونص ولا 3 ملايين عنده الكريدي في الحانوت مليون ها من اللي يديها عنده تريسيتي 600000 شدها عنده الماء عنده دراري عنده مصباح يصبح عنده الفراك ما عندوش كامل اليس فقيرا هذا؟ هو محتاج وما عندوش احنا اللي عنده 3 ملايين مش فقير فقير احنا اللي ما عندوش كاع هذا نقول له ميت له الله عز وجل له الله صح صح شوفوا دخول مدرسه برك شو دخل مدرسي برك كم يعني صح المصاري ولذلك اتمنى تعم كل شوف الحاجه اللي تجي للفقير وتخطيط اسلامي فيه شيء جميل اي واحد يحب يعاون المسلمين والفقراء نحيوه هذا شيء جميل ونحفزوه بارك لو عنده اجور كبيره نحكوا على القصه برك ونختموا جات في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول واحد الرجل يقول يمشي في الفلات في الصحراء وشوف سحابه ومطر وكان الجفاف سحابة تمشي في السماء ويسمع صوت في السحابة تقول اسقي حديقة فلان قال فتتبعت السحابة أين تفرغ ماءها قال راحت الواحد الحديقة وفرغت الأمطار الحديقة الفلانية ولا باليمين وعلى اليسار ما حطت يمشي كان القحط والجفاف قال فتعجبت لماذا السفينة وذكر فلان يسمع الصوت تاع فلان اسقي حديقة فلان قال لقيت رجل بمسحاته يعني يصرف في الماء ويسقي والجفاف منه والجفاف منه قال تعجبت
قال فتقدمت إليه وقلت يا أخي أنت فلان بن فلان؟ قال نعم. قال باسم الاسم الذي سمعته في السحابة في السماء. فقلت عجب لك والله سمعت اسمك في السحابة وجاءت هذه السحابة خصيص لك، ماذا تفعل؟ قال يا رجل أما وقد عرفت يعني أعرف بالإنسان من أول الله عز وجل. قال إذا الحصاد جاء الحصاد وقطعت خطبت الثمر وما إلى ذلك من بساتين وما شيء أقسم مالي ثلاثة أثلاث ثلاث مرات لا ثلاثة. قال ثلث لي ولعيالي وثلث للفقراء وثلث أرده إلى الأرض، يعني زيد عود يزرع. شوف هذا ما يدير، شوف ربي يبارك لك ويسخر لك الأمطار والجو والهواء ونفسك مطمئنة تعطي الفقير والفقر مسكين كما قال هذاك الأخ من قال لك يمر على الفلاح يقول له ودي وش يقول له كلا لك يمر على ينحل التمر يقول له يدعي وبارك الله فيك يقول له الأخر وزار النبي يعني سبحان الله يعني يمر لك سبحان الله يقول هذا تأكل معشورها تأكل معشورها حقيقة يعني تخيل هذا الإنسان لما ينفق على الناس وفقراء. أنا نعرف جدودنا بلك الاستاذ والشجاع عرفوا مشاهدين جدودنا نعرف كنا نحصدوا نفلحوا في اللي احنا يسموه النادر بكري يعني لما يحصدوا يغرب له القمح والشعير يصفوه في ذاك المكان يقول لك خرج العشور ثم ما تدخلوش. انا اعرف العشور ثم يخرج اسمعي يا استاذ يخرج عشور تفكر الطفوله يخرج فيها يخرج العشور اكرمكم الله وكانوا الفقراء يترددوا على اصحاب المزارع ليحصدوا كملوا يجيب الشكارة نتاعو بالحمار اكرمكم الله جميعا ويعطي له حق ونصاب ما تدخلوش حتى للدار في القاعة في النادر كما يسموه في الساحة يقسم العشور. شوف ناس هادو كبار ما يقاوش الفقه اخي لحد الان سبحان الله يكنز ويكنز ماله يقول له والله نسيت والله ماني عارف لا نخرج الزكاة ولا ما خرج. قول الكلمة للشيخ بارك الله. لا ذكرني باخواننا في منطقة القبائل وفي كل المناطق التي يجنى فيها الزيتون يعني كل ما عصر الزيتون يعني كل 10 ريتلات يخرجوا ريتلة قل لك 9 لي والعشرة ربي خاطيني ربي هذه سبحان الناس اللي يخافوا ربي لما يعصر الزيتون يخرج في كل 10 ريتلات يخرج ريتلة يقول لك هذه العشور 9 10 العشرة حكينا على اللي يدير 20 صندوق نفس الشيء 19 وال 20 بارك الله فيك هذيك ال 20 هذيك مما يسقيه هو ما لله لا هو يسقيها هو يسقيها كي يسقيها يخرج نصف العشر وكي ما يسقيهاش كي يكون الماء من السماء يخرج العشر في الزيتون انت ماكش شفت واحد راح يسقي الزيتون الزيتون يسقى من السماء فيخرج منه العشر يعني هذه ثقافة موجودة في بلدنا موجودة عند الفلاحين لخافوا ربي عز وجل. أما الابتعاد عن الله ما دام ما كانش صلة بالله متينة فحينئذ يصبح الزكاة يعني على لأنه لا يوجد الحرص عليها وما منع الزكاة إلا منعوا نعم قطرا نعم من السماء من أسباب الجفاف هو منع الزكاة للأسف. فالمسائل مسألة الزكاة هذه مسألة حساسة جدا فإما أن نؤمن بالقرآن كله وإما أن نكون يعني كبني إسرائيل يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الذي قال أقيموا الصلاة هو الذي قال وآتوا الزكاة. شيخنا يبقى لنا الكثير من الوقت وصلنا إلى أخذ المفاتيح الختامية منكما كمفاتيح ختامية في رأيك ما هي الآلية وما هي المفاتيح لتفعيل صندوق الزكاة وضمان أكثر استفادة من هذه الآلية؟ والله الآلية آلية تفعيل الزكاة أو صندوق الزكاة تكمن في وضع الثقة يعني نثق في الله أولا أن هيأ لنا هذه الوسيلة اللي هي صندوق الزكاة لأنها وسيلة مهمة في الربط بين الغني والفقير. ممكن تتعرف الفقراء نتاع الحي نتاعك فقط لكن بالتشاور واتساع الدائرة يعرف عدد الفقراء ويكون أكبر وأكبر وأكبر. وأنت ممكن تعرف بعض الأغنياء تلجأ إليهم في حيك لكن لو أعطي الصندوق هذا البعد الوطني فإنه يعرف الأغنياء داخل الوطن وخارج الوطن وبالتالي يكون مردود صندوق الزكاة يكون أوفر والاستفادة بالنسبة للفقراء والمساكين والشباب والمدينين والأصناف الثمانية الذين ذكروا يكون أنفع لهم جميعا يعني نثق في الله أولا
ثم نثق في المشرفين على صندوق الزكاة، هم ناس مؤمنين يخافوا على أرواحهم. الناس ما همش مهابل، يعني يشرف على مال زكاة وهو عارف باللي من أكل مال اليتيم راح يأكل النار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، والزكاة صندوق الزكاة فيه داخل أموال الأيتام. وهذا الذي يشرف على زكاة أو صندوق الزكاة يخاف على نفسه، بدءا بالآئمة اللي هم النواة الأولى، ثم تتسع الدائرة إلى مديري الشؤون الدينية وحتى إلى الوزارة والرئاسة. الناس يخافوا ربي عز وجل، وحتى لو كانوا يخافوش مطلوب منهم أن يخافوا الله تبارك وتعالى، لأن التعامل في الزكاة تعامل مع الله مش تعامل مع البشر. مثل الصلاة، أنت تتعامل مع الله، لما تصوم تتعامل مع الله، لما تحج تتعامل مع الله. فليكن تعاملنا جميعا مع الله عز وجل منفقين ومنفق عليهم إن شاء الله. نتعامل مع ربي عز وجل، والذي يسدد خطانا هو الدعاء. الدعاء الدعاء الدعاء، فكم من دعاء يعني لمريض شفي بإذن الله، وكم من دعاء لعاطل عن العمل أصبح بالعمل، وهكذا الإنسان لا يستصغر سهام الليل، والمقصود بها دعاء في جوف الليل. بارك الله فيك شيخنا. قبل أن أختم تفضل. يعني عندي يعني تهنئة قبل ما نوصل تهنئة، إذا نأخذ من الشيخ، إذا تعطيني دقيقة تفضل. لا لا بعد الشيخ خلاص. إذا شيخنا أيضا حسن شيرود، المفاتيح الختامية أيضا هذا صندوق الزكاة، الآن 16 سنة الحمد لله بدأ يعني يكبر وينمو، ولكن ما زال احنا دائما نقول هل من مزيد، وما زال دائما وأمل كل الناس وكل الجزائريين أنه يتوسع آفاق وخيرات وتعود خيرات على كل المحتاجين وكل الشباب. ما هي في رأيكم أيضا آليات ولا تعطينا مفاتيح لدفع وتشجيع صندوق الزكاة أكثر وأكثر؟ يا والله ما تمناه أن ينجح هذا الصندوق، لأنه فشل إثم كامل، لأن فيه الفقير والمسكين والأرملة والجائع يأنون من هذا الشيء، ما كاش لي أعباء بهم. هذا الصندوق يفتش على الفقراء أئمة ورجال الحي وما إلى ذلك، ولنجح نؤزو جميعا. هذه بلادنا وهذا فقراء انتوانا، من لهم غيرنا، من ينظر إليهم؟ لو نحش عليهم المسكين واليتيم والإنسان اللي فيه الخير يفتش على الفقير ويشفق عليه ويعاونه، يعني مشكون يتنشاه من هذا الفقر المطقي عليه؟ وبعض الناس حتى وصلوا إلى الجنون من الفقر، والعياذ بالله، كاد الفقر أن يكون كفرا. ونحيي كذلك رئيس صندوق الزكاة له عين جديدا خالد يونس، إنسان طيب وأعرفه إنسان يخاف ربي سبحانه وتعالى، نكون موفق بهذا الصندوق. والله هذا الصندوق جميعا نطلبه من عجائزنا ونسا وشيوخه والأطفال يدعوا له، لأن هذا الصندوق إلى نجح صندوق ما تلقاش واحد فقير قدامه كل يبكون في المساجد وفي الرضع ويكون أبواب المساجد وطونا ما عندناش عليه. شيء عجيب، منظر يبكي ويدمي القلب، إن هذا الصندوق ينحد الأمور، تحس الناس مصروف في ديارها ومهنيين ومباركين، وهذا فريضة نحي فريضة في دولتنا كما حيا عمر بن العزيز وغيرنا. يعني احنا ما نش بدعمنا من الناس، هذه فريضة وفيها ناس طيبين وخافوا ربي كما قال الشيخ، يعني ناس يحفظوا القرآن الكريم. هذا مش إنسان عبيد وترك، ناس حفاظ القرآن الكريم وخبراء وخاف ربي وصاهرين عليه. أنا أعرف بعض الناس يقسم يبكي يتمنى يكون خدام برك يوصل الأمانة للفقير، يعني ناس مخلصين، ناس هذول يتكلموا عليهم يعني لا يدير لا يدير، هذه فريضة. والله لو كان يفشل نأثمه جميعا، ولما ينجح نفرحوا جميعا مأجورين. هذه بلادنا وفقراء تاوعنا ومساكننا، ترضى أن تجارك يظل فقير طول حياته يتوسل وأنت ترد وما إلى ذلك، ونخلو فرصة إلى الشيخ. بارك الله فيكم، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. الله يبارك فيك، الله يسلمك. وأيضا وما زلنا على كل حال حوالي، تفضل شيخنا عندك تهنئة حتى ما كسل. تهنئة لابن أختي اليوم الفاتحة نتاعو، ربي ان شاء الله. طبعا طلعت لنا مع ما جاب لناش الحبيب ولا جاب لناش، شفت كيف؟ لا لا انا لم احضر لم احضر وما في جيب، كان من المفروض نبيا مبارك. هذا الشيخ دائما يجيب لنا الاسبوع المقبل باذن الله ان شاء الله. فنهنيه ونقول له بارك الله لك وبارك عليك علي، يعيطوا له كماره.
من أصحابه. فأهنئه وأهنئ الشيخ سموح هذا اللي نسيبه. نعم. فأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونهني جميع العرسان إن شاء الله. آمين. إن شاء الله ربي يبارك له ويهنيه ويجمع بينهما في الخير. آمين. ويبارك عليهما وجميع المقبلين على الله. نعم. كلمة أخيرة أيضا ليك شيخنا، لأن كلمة أخيرة إن شاء الله يعاون المقبل على الزواج ومش قادر الزكاة يعاونهم إن شاء الله. لا لا الحمد لله إن شاء الله غيره مؤتمن يعاونهم ويوفقهم كفكرة. نعم. كريم موضوع مهم. انا نظن الشعب الجزائري الطيب هذا الكريم، الشعب الخلوق ويعرف يثق في اولاده في شيوخته بأيمته. صندوق الزكاه نعمه من نعم الله. صح. انا استشعر لما يجي فقير دنا له ملفات ويجي يقول لي الشيخ واحد يمشي بالشريطه يجي يصلي يا شيخ الاوقات كلها ندير له قهق الناس ما تفهمش نقولوش معنا دخله يقول لي يفرح فرح عجيب. يعني لما ترى ذاك السرور اللي يا ودي نعمه خير عمل سرور ترى الناس ما على بالهمش يعني في السر يروح ياخذ امواله نقول واش يا حميد يقول لي نعمه كبيره هذا مش فرح ما تفرحش بالمسلم مثله. صح. ناس يسهروا وينظموا ويحدوا فقراء انت حط الف راك مع الاف حط. صح. مليون مع الاف حط وتكون تشارك بهذه النعمه الكبيره. نطلب من الاثرياء والرجال اعمال ثيقوا في وزاره الشؤون الدينيه اهل القران فيها اهل التقوى والاخلاص والصدق كذلك. ما بقاش كلام تاع بكري وخير وقير ما كان والو كل حاجه في الكواخت كل حاجة البريد ويدي يتقسم ويروح ما كان حتى واحد يملك درهم بيدو لا الإمام ولا اللجنة القاعدية ولا الولائية كلها يعني كل أقسام وحساب فرق برك يروح ياخذ ماله وإن شاء الله كله لحقه. وإحنا سبحان الله قد نلتقي عند الله نحاسب عن كل صغيرة وكبيرة. كذلك نخشى من أنفسنا ونخشى عن أعراضنا أولادنا كيف واحد يحط ماله وطهر روحه وأنا أروح احنا نسأل الله كل التوفيق والسداد للقائمين على مشروع صندوق الزكاة، وايضا ان شاء الله يوصل الحق لكل المحتاجين منه بحول الله تعالى. شيخي لم يبقى لي في الاخير شيخي الفاضلين الا ان اشكركما كثيرا على كل ما قدمتماه لنا في حصتي اليوم. اشكرك شيخنا محمد قروبي بارك الله فيك على كل هذه النصائح والمعلومات القيمه. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. وكما اشكر شيخنا حسن شيرود بارك الله فيك على ايضا هذه النصائح وهذه الريح دائما اللي تبتها في البرنامج تخليه ما نحسوش به، نحسها وكانها هنيه من زمن المطر. ربي يبارك فيكم ويفتح عليكم. ايضا كما لا يفوتني ان اتوجه اليكم بالشكر انتم مشاهدينا الكرام على وفائكم ومتابعتكم لنا. نتمنى ان نكون خفيفي الظل عليكم ان شاء الله. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل معي، دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.